Bonjour mes amis, je suis ravi de vous retrouver. مرحبا أصدقائي. اليوم غنبداو نشوفو مع بعضياتنا لا بارتي في الماركتينغ ديال لي 4 بي. دونك لي 4 بي. لي 4 بي هنا كندويو على لو ماركتينغ اوبيراسيونيل. يعني ما بقيناش كنهضروا على لو ماركتينغ استراتيجيك. في اطار واحد البلان ماركتينغ كيكون عندنا واحد البلان دو مارشياج le marketing mixte ولا ce qu'on appelle les 4 P. هاد لي 4 P هي واحد السياسات كتقوم بها الشركة في إطار التسويق ديالها اللي هو اوبيراسيونيل. كاين عندنا بوليتيك بري برايس وكاين بوليتيك برودوي برودكت وكاين بوليتيك ديستريبيسيون يعني ديستريبيسيون وكاين عندنا كومونيكاسيون بوليتيك دو كومونيكاسيون يعني بروموشن. دونك هادو لي 4 بي بري برودوي كومونيكاسيون ديستريبيسيون هما اللي كيدخلوا في البلان ماركتينغ في سكون ابل لو بلان دو مارشياج لونتربريز خصها تكون عارفه. دونك اول مره دابا في هذا الفيديو هذه غنشوفوا اكسيون سور لو برودوي يعني غنشوفوا لا بوليتيك برودوي يعني لا بوليتيك برودوي يعني شنو هما العمليات اللي كتقوم بها الشركه على البرودوي لا جيستيون دي برودوي اكزيستون يعني الشركه كتقوم بتدبير واحد المنتوج اللي ديجا كاين عندها. دونك شنو هو الهدف من لا جيستيون دي برودوي اكزيستون بوفوار اوتيليزي اون ميثودولوجي ستركتورون اي اوبتيميزون لا جيستيون دان برودوي اكزيستون يعني كتكون عندها القدره انها كدير واحد الطريقه واحد المنهجيه اللي من خلالها كتدبر تسير واحد المنتوج اللي هو ديجا كاين عندها يعني واحد المنتوج هاد المنتوج دي ديجا كاين عندها كتشد داك المنتوج وكتبقى كدير ليه واحد الطريقه معينه باش انها كتحافظ عليه وكتخليه يكون كومبيتيتيف وكتخليه يكون برودوي كاين حاضر فهمتيني يعني كتهبط ليه الكود ديالو كتخليه يكون جذاب كتخليه فهمتيني كتخلي الثمن ديالو يكون مزيان ممكن كتلعب على داك البرودوي مزيان ستوك ديالو الديزاين ديالو. دونك اليمون دو لا بروبليماتيك دابا حنا بغينا نعرفوا شنو هو المشكل اللي عندنا دابا حنايا المشكل اللي كاين عندنا دو موند كي سي سوفل ساتوراسيون دو مارشي فاز دو ديكلا. المشكل اللي كاين اولا كاين عندنا واحد الدوموند اللي غداو كتقل يعني بنادم ما بقاتش راشقه عليه على داك البرودوي المارشي تساتورا يعني ما بقاتش فيه واحد الكرواسونس كبيره وكاين كاين في واحد الفاز دو ديكلان يعني هذاك المارشي كاين في واحد الفاز دو ديكلان يعني شويه ما غاديش تبقى لا دوموند والطو دو كرواسونس غادي كيهبط وخا شي فخ دافير كيكون ابري ما غيبقاش الناس ما غاتبقاش كتطلب هذيك المساله هذه. دونك لي سوليسيون اللي ممكن نديروهم ليفتينغ يعني غلوكي لو برودوي يعني البرودوي كنقدروا مثلا كنا مديرين واحد المشروب في واحد القلعه طويله كنقدروا نديروه في واحد القلعه عريضه مثلا وكنديروا لها واحد ديزاين في شكل كنا مديرين واحد اللون شويه غامق كنقدروا نديروا واحد اللون شويه من فاتح ممكن كنحاولوا نلعبوا على اللوك ديال البرودوي. بالمشاكل اللي كاينه ايضا انساتيسفاكسيون او موديفيكاسيون دي زيكزيجونس دي كونسوماتور يعني هذاك المستهلك كيكون ما راضيش ما عاجبوش الحال ولا باغي حوايج اخرى ولا باغي ولات عنده متطلبات اخرى. ايدنتيفيكاسيون دان كرينو من بين المشاكل ايضا هو كيكون هذاك المنتوج كيبقى كينحاصر غير على واحد المجموعه ديال الكليون معينين محصورين صغيره. دونك من بين المشاكل ايضا نيسيسيتي دو لا كرواسونس دو لونتربريز يعني لونتربريز بقات محدوده في واحد الحجم صغير خاصها تطور وتنمو شويه وتكبر وتوسع من المنتوجات ديالها ومن الانواع اللي عندها يعني من بين الحلول اللي كاينه ايطوندغ لا غام لا لين. لا غام هي مجموع لي برودوي اللي كاينين عند الشركه اللي كتوفر عليهم ولا لين بحال مثلا كيكون عندنا لا لين ديال فواتور ايكونوميك مثلا في واحد الشركه كتصاوب لي فواتور هذيك الفواتور ايكونوميك يقدر يكون فيها كبيره صغيره تقدر تكون فيها فاميليال
دونك كيكونوا دي لين وكل لين كيكونوا فيه واحد النومبر ديال لي برودوي. مثلا الا قلنا بان واحد الشركه كتصاوب الياغورت كتصاوب الياغورت, هذيك الشركه كتقدر دير مثلا لا لين ديال سي باك. هذوك سي باك فيها هذيك لا لين ديال سي باك فيها مثلا كتلقى ديال الفخيز ديال البنان ديال المشماش, يعني كاينين دي برودوي. دونك دوموند ساتوري اون ديكلان, يعني لا دوموند صافي وصلت للحد ديالها وغادي كتهبط. دونك اشنو خصنا نديرو؟ نوفيل ايتيليزاسيون, يعني داك البرودوي كنخلي نزيد عليه شي حاجه اخرى, كنزيد فيه شي تكنولوجي اخرى, اولا كندير ليه واحد الاستعمال جديد, اولا صافي غوتري دي برودوي. يعني داك البرودوي ما بقاش خدام, حيدو من السوق لانك غتبقى تخسر فيها الفلوس. من بين المشاكل ايضا اللي كاينين اللي كتواجه لينا داك البرودوي ديالنا اللي كاين, اغريسيفيتي دو لا دو لا كونكورونس, يعني كتكون واحد المنافسه قبيحه شويه وواحد ضاربة على الاثمنه اشهارات, فهمتيني؟ يعني المنافس ديالك كيكون قبيح كينافسك بزاف, ما كيخليش لك فين تاكل طاف الخبز. دونك هادو هما لي بروبليماتيك اللي كاينين. دابا غنشوفو مع بعضياتنا اناليز دو لا سيتوياسيون اكطوال دي برودوي, يعني كندرسو الحاله الراهنه ديال داك المنتوج اللي كنخدمو عليه. اون كونسيرتاسيون افيك لي كولابوراتور دو لونتربريز اي لي كونسيلطون, يعني طبعا مع تشاور مع الناس الموظفين ديالنا ومع الناس الخبراء اللي كاينين عندنا, كنبغيو نعرفو وي اون ايتون, يعني فين كاينين دابا حاليا حنا في السوق, الموقع ديالنا, نسبه النمو ديالنا, شيف دافير ديالنا. انتيسيبي بلوتو كو رياجير, يعني هنا دابا حنا كنحاولوا اننا نتوقعوا الاحتياجات ديال السوق, كنحاولوا حنا اننا نتوقعوا الاخطار ونستبقوا الفرص قبل ما اننا نديروا رياجير, يعني نخليو حتى توقع شي حاجه عاش كنديروا حنا واحد رد فعل. لا, حنا كنكونوا كنديروا اعمال استباقيه قبل ما توقع الحاجه, حنا كنديروا اعمال. دونك بحال هكا كنديروا لاناليز ديال لا سيتوياسيون ديالنا. دونك كاين عندنا سونسي لو بوزيسيونمون بيرسو اكطوييل, دونك كنشوفوا الموقع ديالنا حاليا, يعني الشيف دافير ديالنا والبار دو مارشي ديالنا وفين غاديين, حنا فين وصلنا في التطور ديالنا, وكنديروا كاركتيريزي لا سيبل اكطوييل ايفولوسيون سيغمونطاسيون, يعني كنشوفوا هذاك النوع ديال لي كليون اللي كنخدموا معاهم حنا حاليا, شناهي الخصائص ديالهم, كيفاش كنقسمهم اكسيتيرا. La transformation des caractéristiques de la cible peut amener l'entreprise à revoir les caractéristiques du produit ou certains d'autres d'entre elles. Donc, بعد مرات هذوك الخصائص ديال داك الكليون اللي كنتعاملوا معاهم كيتبدل, دونك كيوليو باغيين حوايج اخرى, كيوليو كيطلبوا مسائل اخرى في داك البرودوي. دونك لونتربريز خاصها هي تبدل لي كاركتيريستيك ديال البرودوي ديالها, وخاصها هي دير فيه تغييرات باش انها كتادابط مع هذاك البوزوان اللي كيكون عند هذوك لي كليون ديالها. ممكن شي دير واحد البرودوي اللي ما بقى باغي حتى واحد واللي ما بقاش محتاج ليه بنادم, خاصها هي تشوف السوق وتشوف الناس اشنو محتاجين وشنو عندهم, وتحاول تادابط هذاك البرودوي ديالها مع الاحتياجات ديال الناس مع السيل ديالها. دونك هذه مساله مهمه جدا في الاناليز ديال السيتوياسيون الحاليه ديال البرودوي. من بعد كاين عندنا فاز دو سيكل دو في دو برودوي, يعني فاز دو سيكل دو في دو برودوي, كيف كتعرفوا بان البرودوي عنده واحد دوره الحياه بحالو بحال اي كائن, كيكون عنده واحد البدايه ونمو, من بعد كيوز ظاهر وكيبقى خدام مزيان, من بعد كيموت. يعني هاد لا فاز اللي كنشوفوها. دونك قبل ما نمشيو لهاد السيكل دو في ديال البرودوي, كيف قلت لكم السيكل دو في ديال البرودوي كاين عندنا واحد لا فاز ديال لونسمون, يعني البرودوي يلاه كيتلونسا كيبدا كيدخل للسوق. كاين عندنا واحد لا فاز ديال ديال قلنا لونسمون ولا ديماراج. كاين عندنا واحد لا فاز ديال الكرواسونس, يعني هذاك البرودوي كيبدا كينمو وكيبدا كيكبر. من بعد كتجي عندنا لا فاز ديال الماتوريتي, يعني البرودوي كينضج وكيولي كنجبدوا منه ارباح كثيره, وابخي البرودوي كيمشي للديكلا, يعني كيموت ما كيبقاش في ميدان. دونك فونكسيون دي برودوي او سان دو لا غام. دونك شنو هو الدور ديال هذاك المنتوج
داخل لا غام ديال لي برودوي اللي كاينه عندنا. دونك لونتربريز كتكون عندها اون غام دو برودوي، يعني مجموعه ديال المنتوجات. بحال مثلا واحد الشركه كيكون عندها اكس، شركه اكس كيكون عندها مثلا الدياوغت، كيكون عندها عصير، كيكون عندها دي كريم، كيكون عندها حليب. هي هذيك الشركه هذوك المنتوجات كاملين كتسمى لا غام دو برودوي. مثلا الا خدينا الحليب او خدينا العصير، شنو هو الدور ديالو داخل هذيك لا غام؟ شنو يقدر هنا الوظيفه اللي يقدر يلعب بها؟ يقدر يلعبها داخل هذيك لا غام. دونك لو برودوي هذاك المنتوج اللي كنهضروا عليه الحليب مثلا، وستان دو لا غام يعني داخل هذوك المنتوجات كاملين اللي كاينه عند الشركه، بما في ذلك يعني الياغورت و يعني و لي كريم و الفلون وداك الشيء كامل اللي عندها هي. تو اوكيبي لون ولوتر دي فونكسيون سويفون، يعني يقدر ياخذ الوظيفه من الوظائف التاليه اللي كاينه عندها. برودوي ليدر او فار، برودوي برينسيبال، يعني واحد البرودوي اللي كيكون قائد، واحد البرودوي اللي كيكون هو اللي معولين عليه، يعني هو النجم ديال هذيك لا غام، هو البرودوي اللي كيتباع بزاف. بحال مثلا هذيك الشركه كتكون معروفه اكثر بالحليب، هو البرودوي اللي كيتباع بزاف واللي مطلوب بزاف واللي الاساسي اللي معتمدين عليه في هذيك الشركه. مثلا كاين عندنا عاوتاني انا ذاك البرودوي يقدر يكون كيلعب برودوي كي بريبار لافنير، يعني واحد البرودوي اللي هو المستقبل ديالنا، هو اللي كنعتمدوا عليه اللي غادي يجي وغادي يكون هو اللي غيكون النجم وغيكون ليدر وغيكون هو الواعر وهو البرودوي الاساسي، ولكن ماشي دابا في المستقبل. ديستيني ا رومبلاسي ا تيرم لو برودوي ليدر، يعني هذا البرودوي ليدر اللي دوينا عليه لو برودوي برينسيبال كيكون هذاك لو برودوي اللي كيكون مثلا مثلا الياغورت، كيكون مثلا حنا غنخدموا على الياغورت مزيان بحيث انه هو اللي غيرومبلاسي لينا هذاك الحليب، غيولي هذاك هو اللي كيتباع بزاف وغيولي هو الاساسي واحد من هنا لواحد 6 سنين مثلا ولا 4 سنين. برودوي دابيل، برودوي دابيل هو واحد البرودوي كيجذب الانتباه، بحال كيعيط على لي كليون وكيكونوا هما غاديين ما مسوقينش، كيعيط عليهم وكيجذبهم. دونك الى تير لاتونسيون دي كونسوماتور بار سون بري با، فوالا كيما قلت لكم، يعني هذا البرودوي دابيل كيجذب لاتونسيون ديال هذاك المستهلك من خلال واحد البري با. يعني بحال مثلا هاد الشركه يعني اللي كنهضروا عليها كتكون دايره مثلا واحد الخنيشه فيها واحد العصير مثلا بدرهم، هادي غير اكزامبل، انا هاد غير اكزامبل، مثلا عصير بنكهه المشماش او بنكهه الفريز مديرينو في واحد الخنيشه واحد 50 سنتيلتر ولا جو سي با شحال الكميه، ويكونوا مثلا دايرين ليه بواحد النكهه زوينه ويكون مثلا دايرينو بدرهم. يعني كيبان لينا حنايا كنكونوا غاديين في السوبر مارشي كيبان لينا هذاك البرودوي رخيص، فهذاك البرودوي كنمشيو كنشريوه وبالتالي كنتعرفوا على لا مارك وكنتعرفوا على الشركه وغنعرفوا باغ لا سويت بانها راه كدير الحليب وكدير الياغورت وكدير دي برودوي اخرين. فهذاك البرودوي هو كان برودوي دابيل. كاين عندنا برودوي دو بريستيج، برودوي دو بريستيج يعني واحد البرودوي ديال الرفاهيه وديال البريستيج وديال الفخامه. دونك هنا غنقدر نبدل لكم هذاك المثال ديال الحليب والياغورت اكسيتيرا. نقدروا نهضروا مثلا في واحد الشركه كتصاوب الطوموبيلات مثلا، كيكون عندنا مثلا هي كتصاوب طوموبيلات وكاين عندها واحد الطوموبيله مثلا اللي غاليه كدير 200 مليون. هذيك الطوموبيله الهدف ديالها هو انها كتكون طوموبيله فخمه وبريستيج، كتعطي واحد الصوره بان هاد الشركه راهو كتمشي مع الفخامه والبريستيج ومع الناس الكبار. دونك هاد البرودوي دو بريستيج الى تير لا غام فيغ لو هو، يعني كيجر هذيك لا غام، مجموع المنتوجات الطوموبيلات اللي كاينين في هذيك الشركه بحال كيجرهم الفوق، وكيبين بان هاد الشركه راها شركه كلاس. اميليور سون ايماج دو مارك، يعني هذيك لونتربريز كتحسن من ليماج دو مارك ديالها. بحال مثلا مرسيدس عندها يعني واحد الطوموبيلات اللي هما غاليين بزاف 200 مليون اكسيتيرا، اللي كيطلعوا لا غام ديال البرودوي كيطلعوها الفوق وكيحسنوا من الصوره ديال هذيك الماركه ديال مرسيدس، بحيث كتبان لينا حنايا شي ماركه اللي هي يعني
كلاس، يعني هذاك برودوي كيتسمى دو بريستيج. نقدروا حنا هذاك البرودوي نكونوا حنا ما باغينش نبانوا، باغيين حنا ما كنربحوش منه اساسا. تقدر تكون الشركه مثلا دايره واحد الطوموبيله غير رخيصه غير عاديه كدير 7 مليون، وهذيك هي البرودوي اللي هي ليدر بالنسبه ليها، وهو البرودوي برينسيبال اللي كتربح منه الفلوس هي. ولكن هي دايره واحد الطوموبيله مثلا مخلياها كدير 100 مليون 200 مليون غير برودوي دو بريستيج، باش انها تحسن من الصوره ديالها ومن السمعه ديالها، فهمتيني؟ يعني هاد كاين واحد البرودوي اللي الوظيفه ديالو بحال هكا، برودوي دو بريستيج. يعني بغيتكم تفهموا انايا بان في لاغام ديال لي برودوي ديال واحد الشركه كاين برودوي كيلعب ليدر، قلنا هو الاساسي هو المعتمدين عليه، كاين اللي كي بريباري لافونير، كاين اللي هو كيدير غير ابيل كيزر عنده واحد الثمن رخيص. وكاين هاد البرودوي هاد النوع هذا اللي كيكون كما قلت لكم برودوي دو بريستيج. وكاين برودوي تاكتيك، يعني واحد البرودوي تاكتيكي، يعني فهمتيني؟ واحد البرودوي حنا مدايرينو عضد، حنا داك البرودوي ما عندنا فيه رباح، ولكن حنا دايرينو غير ضرب. il est là pour occuper le terrain et réagir momentanément face à la concurrence. فهمتيني؟ يعني هذاك البرودوي، هذاك البرودوي تاكتيك. بحال مثلا انا واحد الشركه كنصاوب الطوموبيلات مثلا، وعندي الطوموبيلات بزاف كنصاوب مثلا. داك المارشي ديال البانو ديال مثلا شي بلاد السويد ولا مثلا، هذاك المارشي ولات فيه هذيك النزعه، هذيك لا طوندونس ديال زعما راه الطوموبيلات الكتريك ولاو كمشين بزاف ولاو كاينين. او ميم طو كاينين طوموبيلات اخرين اللي كيخدموا بالمازوت بالبترول بالليسانس اكسيتيرا. اش كندير انايا؟ كندير انا واحد البرودوي تانا، كنخرج واحد الموديل كيخدم بالكهرباء تاكتيك. علاش؟ باش انا في الطيران في السوق حاطه طوموبيله ديالي تانا، ماركه ديالي فيها الالكتريسيتي، وتا دوك الناس المنافسين ديالي اللي كينافسوني في الطوموبيلات العاديين بالمازوت والليسانس وعندهم طوموبيلات الكتريك، انا ننافسهم في الطوموبيلات الكتريك باش منين ما جاوني نجيهم. هذاك البرودوي انا غير تاكتيكي، بحال لاعب معاهم دامه، يعني بحال كاينه واحد القطار هذاك البرودوي ما مديرهش انا باش نربح منه، انا دايره غير على قبل المنافسه باش نبقى انا حاضره وكاينه. يعني كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا البرودوي تاكتيك. وكاين واحد البرودوي ريغولاتور، يعني واحد البرودوي اللي كيريغي لي المساله ديالي فيما يتعلق بالربح وبلا غونطابيليتي. كاين واحد البرودوي اللي كندخل كناكل منه واحد طريق الخبز زايد كيشكل لي واحد سورس دو روفوني حتى هويا. مثلا واحد الشركه كتصاوب الطوموبيلات وكتصاوب الريحه ديال الطوموبيلات مثلا، ولا كتسمع واحد النوع ديال الريحه مثلا كتبيعو حتى هو كيتباع، ولا واحد النوع كنغسلو به الدجاج ولا كنصبغو به الرويض ولا شي برودوي اللي حتى هو كيشكل لنا واحد الدخل اضافي اللي كنحسنو به رقم المعاملات ديالنا اون جينيرال. دونك هادو باش تفهموا اكثر شنو هي لا غام دو برودوي. راه ملي كنقولوا غام دو برودوي كاين عندنا واحد المجموعه ديال لي برودوي، وهذوك لي برودوي كيكونوا دي لين، وكل لين فيه واحد العدد ديال لي برودوي. بحال مثلا ملي كنهضروا على رونو، راه كاينه مثلا هذيك رونو كاينه رونو ميغان، كاينه رونو فهمتيني، كاينه ميغان، كاينه الاخرى هذيك ما نسيت السميات ديالهم في لاغام ديالهم، كاينين بزاف، كاين كليو، كاين هذيك، يعني هادو كلهم دي برودوي اللي داخلين في لاغام دو برودوي رونو. داكور. مثلا ملي كتمشي لسيتروين ولا كتمشي لبيجو كتلقى مثلا كتلقى بارتنار، كتلقى فيها بزاف 307 ارقام دي سيري، ومثلا وحده من هذيك البارتنر كتلقى فيها وحده كبيره وحده صغيره، وحده زايد في الحجم ديال الكوفر، وحده محايدينو ليها، وحده دو بورت، كتلقى نفس لاغام مبدلين ليهم شي حاجه. دونك هادو كيتسموا دي لين، ولاغام هي كاع دوك لي برودوي كاملين. وقلنا بان كل برودوي عنده واحد الدور، كاين برودوي اللي ليدر ولا فار هو الاساسي، كاين برودوي اللي كي بريباري لافونير، وكاين برودوي اللي غير دابيل، برودوي بريستيج، واحد تاكتيك، واحد ريغولاتور كيدخل لنا شويه فلوس زايدين.
دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا هذه البارتي هذه. دابا غنشوفوا بيلون دي فورس اي دي فيبلس، يعني بالنسبه لهذاك البرودوي كنشوفوا نقاط القوه اللي فيه ونقاط الضعف، نقاط القوه ونقاط الضعف. ريزولتا اي كيو يعني النتائج، الارباح او الخساره، والتكاليف اللي عندنا. السيتوياسيون دون لو بورتفوي برودوي، ملي كنقولوا البورتفوي برودوي، ملي كتسمعوا بورتفوي برودوي يعني كاع هذوك لي برودوي اللي كاينين عند الشركه كتجيريهم كتجونغلي بهم. حنا اش كنشوفوا؟ كنشوفوا ليفوليسيون دو شيفر دافير والطو دو فارياسيون، كنشوفوا التطور ديال حجم المعاملات وديال المبيعات، واش كاين نمو ولا انخفاض. ايفوليسيون دو لا مارش، يعني كاين فرق ما بين الشيفر دافير وما بين لا مارش. الشيفر دافير يقدر يكون عندي الشيفر دافير كبير ولكن ما عنديش لا مارج. لا مارج هي ديك لا رونطابيليتي ديال الشيفر دافير، لا رونطابيليتي كوميرسيال، واش كاين عندك واش كنربح. يعني مني مثلا واحد الشركه كتشري وكتبيع، لا مارج ديالها هي كتحيد الكوداشا، كتشد هذوك لي فونت وكتحيد منهم الكوداشا. اولا مثلا واحد الشركه كتصنع واحد البرودوي وكتبيعو، كنديروا مثلا لا رونطابيليتي هي انها كتشد داك الكود، يعني لا برودكسيون ولا لي برودوي فوندي، كتحيد منهم الكود برودكسيون. وكاينه لا بار دو مارشي، يعني حصه السوق ديالها، يعني الشيفر دافير ديالها مقارنه بالشيفر دافير ديال لي كونكيرون. وكاينه كونتريبيسيون، يعني بالنسبه لهذاك كنهضروا هنا على برودوي، يعني الشيفر دافير ديال واحد البرودوي، لا مارج اللي كيحقق ولا لا رونطابيليتي اللي كيحقق هذاك البرودوي، و لا بار دو مارشي ديال هذاك البرودوي بالنسبه للي برودوي الاخرين اللي بحالو في السوق. و كونتريبيكسيون سيغ شيف دافير توتال، يعني مثلا هذاك الشيف هذاك البرودوي هذاك المنتوج مثلا، بحال مثلا دابا رونو كاين ميغان، قلنا كاين كليو، كاين هذيك الاخرى اللي نسيت على سميتها اللي دايره بحال اللي كتشبه البارتنير ديال بيجو. دونك هذيك بغينا نعرفوا مثلا هذيك مثلا ميغان شحال كتحقق لينا في البورسونتاج بالنسبه للشيفر طافير ديال كاع الطوموبيلات اللي كتبيعهم، اللي كتبيعهم مثلا رونو. ستريكتور دو كود روفيان، ستريكتور دو كود روفيان يعني هذاك الكود روفيان كيفاش كيكون داير، كيفاش كنحصلوا عليه. يعني الكود برودكسيون دي برودوي اللي هما فوندو، الكود ديستريبيسيون، يعني لي شارج دو ديستريبيسيون، ترونسبور اكسيتيرا. دونك لا ستريكتور ديال الكود روفيان كيفاش دايره. قال لك تو سي ريزولتا نو بيرميت دو ديدوير دي كونكلوزيون، يعني كاع هاد النتائج هادو كيخلونا اننا نستنتجو بعض الخلاصات داناليزي لا سيتوياسيون دان برودوي. يعني كنحلو لا سيتوياسيون ديال واحد البرودوي. دونك كاركتيريستيك اللي هما اوبجيكتيف، يعني بعض الخصائص اللي هي موضوعيه، هي عادية ما فيهاش شي حاجة خاصة. كاين عندنا الكولور، لودور، لو غو، لو بوا، يعني الألوان ديال داك المنتوج، الريحة ديالو، الذوق ديالو، الوزن ديالو. دو فيغ لوبشي داناليز، يعني خصنا نحلوهم. هادو كاركتيريستيك اوبجيكتيف. كاركتيريستيك كومينيكونت، يعني هادوك الخصائص اللي كتشكل لنا واحد الخاصية تواصلية، يعني اللي من خلالهم كنقدموا واحد الرسالة للمستهلك. يعني يعني بحال مثلا باش تفهموا لومبالاج، لومبالاج هذاك الغلاف اللي كنغلفوا فيه هذاك البرودوي، فهو عنده واحد الوظيفه تواصليه، بحيث ان لومبالاج كنكتبوا عليه سميت الماركه، كنكتبوا عليه، كنديروا عليه واحد بحال مثلا واحد البيمو، كنديروا واحد التصويره فيها واحد الشوكولا، فيها واحد السيده كتاكل هذاك الشوكولا، باش اننا كنتشهاو هذاك البيمو. يعني لومبالاج عنده واحد المعلومات، وكيعطينا المكونات ديال داك البيمو شنو فيه ومناش متكون وفين مصنوع الى غير ذلك وكثير من المعلومات. دونك لومبالاج خاصيه تواصليه. ديزاين ديال داك البرودوي، واش عريض، واش مربع، واش مدور، واش مكلت، كيدير الشكل ديالو. ولا مارك، لا مارك ايضا حتى هي كتكومينيكي. يعني مثلا ملي كنشوفوا واحد البول فيه واحد التمساح، كنعرفوا بان هذه راه لا مارك ديال لاكوست. دونك لاكوست راه شي حاجه كام كاليتي اكسيتيرا، كاينه واحد البوزيسيون في ليسبري ديال المستهلك. دونك هادو لومبالاج، ديزاين، لا مارك، كاركتيريستيك كومينيكونس. كاركتيريستيك سوبجيكتيف، يعني بعض الخصائص اللي هي ذاتيه عندها علاقه بهذاك البرودوي بحد ذاته.
ديمونسيون بسيكولوجيك اي سوسيال دي برودوي كونتوني سيمبوليك. يعني كنشوفوا اشنا هو المدلولات الرمزيه الدلالات الرمزيه اللي كيعكسها هذاك المنتوج. بحال مثلا ملي كنشوف الفولكس فاجن ولا ملي كنشوف شي بحال كنقول القوه وكنقول الصلابه مثلا مرسيدس كنقول مثلا ليليغونس والبريستيج مثلا. دونك هنا كاين واحد الكاركتيرستيك سوبجيكتيف يعني كي على حساب النفسيه ديال المستهلك كيفاش كيشوفوا هذاك المنتوج والمجتمع كيفاش كينظر لهذاك المنتوج. يعني عنده واحد الدلاله كاركتيرستيك ايكولوجيك الخصائص الايكولوجيه tout ce qui peut se répercuter sur le bien-être du consommateur sur le plan santé aux conditions de vie. يعني كل ما من شأنه انه كينعكس على الصحه وعلى الحياه الصحيه وحسن العيش ديال واحد المستهلك. مثلا اذا قلنا انك تشرب سبيح رازم غادي يخليك تكون شبابي وتكون صحي وتكون مزيان وتحس براسك بخير وتحس براسك خفيف. يعني البرودوي عنده كاركتيرستيك ايكولوجيك. دونك هنا كنا داخلين في اطار واحد البيلون يعني شفنا واحد البيلون ديال لي فورس ولي فيبليس ديال هذاك المنتوج. دونك هادو كاملين عمليات كنقومو بها على هذاك المنتوج يعني على هذاك المنتوج. كيما حتى واحد القضيه ديال في هنا في لي كاركتيرستيك كومونيكونت كاين عندنا حتى داك لو لابيل. مثلا ملي كتلقى واحد لو لابيل فيه ايزو هذيك ايزو شنو كتعني؟ كتعني بان هذاك المنتوج راه مصادق عليه من ايزو واحد المنظمه عالميه اللي فيها دي نورم بان هذاك البرودوي كيحترم هذوك لي نورم ديال السلامه وديال السيكوريتي وديال الجوده. دونك ملي كتلقى شي علامه ديال الجوده بحال ايزو حتى هي راه كاركتيرستيك كومونيكونت بحال لا مارك والديزاين والامبالاج اكسيتيرا. كاين عندنا اناليز دي زانتيراكسيون يعني كندرسو دوك التفاعلات والتداخلات. دونك ايتيدي لي زانتيراكسيون كي بيرميت دو ميو جيري ان برودوي ديجا اكزيستون. يعني كندرسو هادوك التفاعلات والتداخلات اللي كيمكنونا باش اننا نسيرو بالافضل طريقه ممكنه واحد المنتوج اللي ديجا كاين عندنا انترن. يعني هذيك التداخلات واللي كتكون انترن داخل الشركه فيما يتعلق اللي كتكون مع هذاك المنتوج اللي كنهضروا عليه دابا وكندرسوه التداخلات والتفاعلات اللي كتكون معاه داخليا وداخل الشركه كيفاش كنتعاملوا مع هذاك المنتوج وكنتواصلوا معاه وكنتفاعلوا معاه داخليا داخل الشركه. ميكس يعني التداخلات يعني مختلفه اوتر فونكسيون يعني كيفاش هذاك المنتوج كيأثر على الفونكسيون فينونسيير كيأثر على الفونكسيون كوميرسيال على لابروفيزيون مو علاقته بلابروفيزيون مو علاقته بالمسائل. سيرفيس سيستيم ديدونتيفيكاسيون فيزيويل يعني كيفاش اننا كنتعرفوا على هذاك المنتوج النظام اللي كنتعرفوا به هذاك المنتوج بالنظر كيفاش كنعرفوه وكيفاش كنحدوه. اكسترن يعني التفاعلات اللي كتكون مع هذاك يعني التفاعلات اللي كيديرها هذاك المنتوج مع المحيط الخارجي ديال الشركه مع على برا كيفاش كيكون التواصل والتفاعل مع هذاك المنتوج على برا. يعني كيفاش هذاك المنتوج كيتعامل مع لي فورنيسور الممولين الناس اللي كيعطيونا الماده الاوليه او اللي كيعطيونا لي زيموبيليزاسيون الى غير ذلك. لو ترونسبورتور الناس اللي كيقوموا كيعدوا وسيله النقل وسائل النقل كيدو لنا الترونسبور لهذاك المنتوج كيفاش كيتعامل معاه كيفاش كيتفاعل مع هذاك المنتوج وعلاقة هذاك المنتوج بلي ديستريبيتور الناس الموازيين مثلا هذاك المنتوج كيفاش كيتحط في بيم ولا في مرجان ولا في اسيما ولا في اسواق السلام الى غير ذلك كيفاش هذاك المنتوج كيكون. دونك اي سون اجيري دون لا ميزور او اي زون دي كونسيكونس سور لو برودوي. يعني هاد العلاقات هاد لي زانتيراكسيون انترن و اكسترن خاصنا ندبروهم بحيث خاصهم حيث انهم كيكون عندهم بعض الانعكاسات وبعض التاثيرات على المنتوج ديالنا. دونك فعلاقه المنتوج داخليا بلي زونتر فونكسيون
وعلاقة منتوج خارجيا مثلا بلي فورنيسور بلي ترونسبورت ديستريبيتور عندها نتائج على المنتوج. دونك ضروري خصنا ندرسو هاد العلاقة وهاد التفاعل. اكزومبل مثلا جيري لي ترونسبورتور اين ريبيركسيون سور لو برودوي لو كونديسيونمون نوتامون. يعني مثلا انك جيري هذوك الناس اللي كي مري الكاميوات اللي كينقلوا لك المنتوج ديالك راه عندها واحد التاثير على البرودوي. مثلا لو كونديسيونمون يعني لو كونديسيونمون ديال داك البرودوي يعني بما ان ملي كيكون هذاك المنتوج خصو يتهز ويمشي في الكاميو وكيتحط وكيترضخ يعني خاص يكون هذاك لو كونديسيونمون ديالو يكون قاصح باش ما يتهرش لينا البرودوي ديالنا. البلان داكسيون برودوي plan d'action. Donc rappel des objectifs, chiffre d'affaires, part de marché, marge qui nécessite qu'on établisse des prévisions de vente. Détermination de la cible. Donc plan d'action, d'abord le produit le plan d'action. يعني شحال بغينا نحقق في الشيفر دافير، شحال بغينا نكون عندنا حصة السوق، شحال بغينا ديال الأرباح ديال لامارش. كنديرو واحد التوقعات ديال المبيعات. ديتيرميناسيون دو لا سيبل، يعني كنحددو شكون هما هاد لي كليون اللي غادي نهضرو معاهم وغنبيعو لهم هاد البرودوي. سوا اون كارد لا سيبل ابيتويال، يعني إما كنحافظو على الكليون اللي عندنا حاليا، سوا اون شوازي نوفيل سيبل، أولا أننا كنفيزيو ناس خرين جداد غنبيعو لهم هداك البرودوي. Choix d'un HKML qui compte le plan d'action produit. Choix d'un positionnement. Il y a le plan marketing qui compte fait le plan des 4P. Il y a le plan de marchillage. Il y a le plan de marchillage qui compte fait le plan. Même les plans qui compte fait le plan. Il y a le plan d'action produit. Il y a le plan d'action produit. Choix d'un positionnement. Il y a le plan d'action. Le positionnement. يعني كنختاروا واحد البوزيسيونمون يعني واحد ليماج في ليسبري ديال الكونسوماتور. سي نو فوا كو البوزيسيونمون في لوبجي دون دوموند انتريسونت او لوغار سينو اون ريديفيني ان اوتر بوزيسيونمون. يعني الا بان لينا بان البوزيسيونمون اللي دايرين حنا بحال مثلا البوزيسيونمون اللي مدير كوكا كولا دابا هو الفرح، يعني كتشرب كوكا كولا كتحس براسك شبابي وفرحان والسعاده، يعني هذيك هي ليماج اللي طلعت دابا كوكا كولا في ليسبري ديال المستهلكين ديالها. الا بان لها بان هاد البوزيسيونمون اللي دايرها على لي سيبل ديالها زوين، الناس كتطلب كوكا كولا مزيان، سينو في الاطار البلان داكسيون كدير واحد البوزيسيونمون اخر. دونك كوكا كولا مثلا كتهدن اولا كتقتل الحكمه اولا شي حاجه. مثلا تريدون ديك المسكه ديال تريدون كيقول لك مثلا الا ندختيها كتولي تفكر مزيان وكتولي تبكي وعبقري. دونك هذاك هو البوزيسيونمون اللي دارو في ليسبري ديال لي سيبل ديالو اكسيتيرا. دونك شوازي دونك في اطار دونك قلنا في البلان داكسيون برودوي كاين عندنا رابيل دي زوبجيكتيف ديتيرميناسيون دو لا سيبل شوا دان بوزيسيونمون شوازير اون استراتيجي. بطبيعة الحال كنديرو واحد الاستراتيجية عندها علاقة بهذاك البرودوي، اما ديفونسي لي كونكيرون سور ان كرينو بارتيكولي ديباسي، يعني كنشد واحد العدد محصور ديال لي كليون، واحد السيغمون ديال لي كليون لكن تقدم على المنافسين ديالي فيه كنديباسيهم في هذاك الكرينو. اونتيسيبي لا ساتوراسيون دو لا دوموند جلوبال اميليور لي برودوي او دوني دو نوفيل فيرسيون، يعني انا كنتوقع بان لا دوموند ما غادا تساتورا وغادا ما غاداش تبقى وداك الطور وداك البرودوي كي ينقص عليه الطلب، وبالتالي انا كنحسن من المنتوج ديالي ولا كنخرج واحد الفيرسيون جديده. بحال مثلا لي سيستيم ديكسبلواتاسيون مثلا كاين ويندوز كاين يونيكس كاين كاين لينكس وكاين مثلا بزاف ديال لي سيستيم ديكسبلواتاسيون. كاين سيستيم ديكسبلواتاسيون ديال ابل في الانفورماتيك، يعني نظام التشغيل اللي كنخدمو بيه الاورديناتور ديالنا. مني مثلا واحد مثلا مني ويندوز اكس بي مثلا قدام ومبقاش بنادم بغا يانستاليه في لي زورديناتور ديالهم، جات مايكروسوفت كت انتيسيبي هذيك لا دوموند بانها ما غاديش تبقى وكت اميليوري البرودوي ديالها وكتخرج لينا خرجت السويت خرجت ويندوز 7 ويندوز 2008 اكسيتيرا، كتخرج دي نوفيل فيرسيون
انها كتانتيسيبي لا ساتوراسيون دو لا دوموند جلوبال. استراتيجي دو ديفلوبمون دو مارشي، يعني استراتيجي ديال ديفلوبمون ديال انك ديفلوبي المارشي، يعني نوفيل اتيليزاسيون نوفيل فيرسيون. استراتيجي دو بريستيج، لو برودوي فا اتر رولوكي، يعني كما قلنا اننا كنديروا واحد البرودوي اللي كنلعبوا ليه على البريستيج ديالو، كنحسنوا ليه من الخصائص ديالو. استراتيجي داميليوراسيون دو ليماج، كنحسنوا من الصوره. دونك كاين بزاف ديال لي استراتيجي اللي نقدروا نلعبوا على البرودوي. يعني حنا كنعزلوا استراتيجي من هاد لي استراتيجي، مثلا استراتيجي دو غي ديبلوامون اتاكي ان نوفو سيغمون، يعني كندير واحد استراتيجي حيت اننا كنت اتاكاو لواحد نوفو سيغمون. استراتيجي دو ملتيبليكاسيون دي برودوي، يعني كندير واحد ديفيرسيفيكاسيون كيولي عندنا لي برودوي بزاف، اكستنسيون دي جام اي دي لين، يعني كنديروا مجموعه من الانواع ديال لي برودوي. استراتيجي فوندي سور لا ديفيرونسياسيون بار سيرفيس، يعني كنديروا واحد استراتيجي بحيث حنا كنتميزوا على المنافسين ديالنا اللي كيبيعوا نفس البرودوي ديالنا، حيت حنا اننا كنقدموا واحد السيرفيس احسن منهم، سيرفيس ابري فونت، ترونسبور احسن، كنديروا واحد الضمان الا خسر البرودوي كنصاوبوه بطريقه احسن اكسيتيرا. لي فاريابل داكسيون سور لو برودوي ا ديفينير اون كونسيرتاسيون افيك لي سيرفيس انترن اي كونسيل. دابا في اطار لاكسيون سور لو برودوي كنهضروا على كاليتي دي برودوي، يعني الجوده ديال المنتوج، ضروري نهضروا على الجوده ديال المنتوج. دونك سي لا سوم دي كاليتي دي فاريابل داكسيون، يعني مجموع هذوك يعني الجوده ديال المنتوج، يعني خاصو يكون كيحافظ على لي نورم. il faut définir la position du produit dans la gamme et redéfinir les caractéristiques techniques ou objectives y compris le packaging, protection et stockage. دونك خصنا نحددوا المكانه والموقع ديال هذاك المنتوج داخل لا جام ديال البرودوي، نشوفوا الخصائص التقنيه ديالو والموضوعيه ديالو، يعني بحال مثلا لو باكيجينغ. لو باكيجينغ هما هذاك البرودوي كيكون داخل في واحد لومبالاج، في واحد الكارطونه، في واحد المساله، الحمايه ديالو البروتيكسيون ديالو، كيفاش انه ما كيخسرش، ما كيفسدش، ما كيتعرضش للماء، ما كيتعرضش للضوء، ما كيخسرش بالشمس، والطريقه ديال ستوكاج ديالو. هاد المسائل كامله كتكون داخله في الكاليتي المويان. دونك كيفاش كنحسنوا من الجوده ديال واحد البرودوي، كيفاش كنعمليوريو لا كاليتي، شنو هما الوسائل اللي عندنا. كاين عندنا طرافو دو لا ريشيرش اي ديفلوبمون، كيف كتعرفوا كاين عندنا بالنسبه للشركات الكبار والشركات الصناعيه كاين واحد سيرفيس ديال ريشيرش اي ديفلوبمون، يعني دائما كتكون واحد الابحاث والتطوير داك البرودوي حيت كيكون اكثر جوده واحسن جوده وكيكون كيحترم لي نورم. في كنبقى نسهر على داك البرودوي وكنبقى خدام عليه، ما كنزبلوش، كنبقى ديما عيني عليه. تيست دو برودوي كنبقى ديما مثلا كندير واحد التيست، بحال مثلا الشركات اللي كيصاوبوا لي بي سي، اللي كيصاوبوا لي بي سي بورتابل او اللي كيصاوبوا دي سمارت فون، كيديروا واحد التيست ديال ان داك البرودوي داك السمارت فون ما كيتهرش، كيدوزوه من واحد الماكينه كيبقاو كيضغطوا عليه كيضغطوا عليه، الماكينه كتبقى كتضغط عليه كتضغط عليه حتى كيوصل لواحد الدرجه وكيتهرس، وكيعرفوا هما شحال خاصو كيزيدوا ليه في هذيك القوه ديال التحمل باش ما يتهرش. دونك سيونس دو كرياتيفيتي، يعني كيديروا دي سيونس دو كرياتيفيتي باش انهم كيزيدوا دي لوجيسيال، كيحسنوا من لا ميموار، كيحسنوا من الكاميرا، كيحسنوا من التعامل مع لا باتري. دونك كيحسنوا لا كاليتي ديال داك البرودوي. دونك زائد غو ديفينيغ لي فاريابل كومونيكونت، على حال انهم كيحسنوا من هذوك المتغيرات اللي عندها علاقه بالتواصل مع المستهلك، يعني بحال الديزاين كما قلنا، ديزاين داك البرودوي كيفاش داير، اللون ديالو، الوزن ديالو، لا فورم، الشكل ديالو، واش غليظ واش كبير، غرافيزم، لا تاي، غرافيزم يعني شنو مرسوم على داك البرودوي، شنو كيدير، لا تاي ديالو. لو باكيجينغ هي هذيك الفونكسيون انفورماتيف في الديزاين، باكيجينغ قلنا كيكون فيه الفونكسيون انفورماتيف في الديزاين، يعني بحال مثلا المعلومات اللي عندها علاقه بهذاك البرودوي، المتكونات، مكونات الصنع، مكان الصنع، كيفية الصنع إلى غير ذلك. وكاين عندنا لا مارك، لا مارك فيها لا مارك فيها السمية ديال هذاك لا مارك ولا استراتيجي. دونك بحال مثلا كوكا كولا، لاكوست، مثلا ريكزونا، بحال مثلا كازيو،
فهمتيني كاين بزاف ديال افون كي سامسونج هادوك هادوك كلهم سميات ديال لا مارك دونك ديك لا مارك شنو خاصها تكون خاصها تكون اوريجينال يعني لا مارك خاصها تكون شي حاجه اوريجينال ما كاينش شي حاجه بحالها كتقلد شي حاجه خاصها تكون واحده فريده من نوعها شي سميه اللي ما كايناش ايفوكاتور شي حاجه اللي كتجبد ليا كتفكرني بشي حاجه بحال مثلا كوكاكولا كتيفوكي ليا كتشير الى واحد النبته سميتها نبته الكولا بحال مثلا ميموريزابل بحال مثلا بيبسي او مثلا بيك يعني كندير واحد السميه واحد لاما اللي ساهل باش انني نبقى نتفكرها ما نكتبش سميه معقده ولا هذه اللي ما غاديش غادي ننسى خصني واحد الحاجه اللي كتجي حلوه في النطق وفي الاستماع بحيث ان اللي كيشوفها ولا اللي كيسمعها ولا كيقراها كيعقل عليها ايدي كلينابل يعني كتخلينا انها كتكون فليكسي دونك كيلكو استراتيجي دو مارك شوازير لا مارك دو فابريكون او دو ديستريبيسيون يعني انك كدير لا مارك ديال المصنع او لا ديال ديستريبيسيون مثلا لا مارك دو فابريكون كاين مثلا طوموبيلات مرسيدس فولكس فاغن اكسيتيرا فورد كاين مارك دو ديستريبيسيون بحال مثلا بيم يعني انت كدير مارك دو ديستريبيسيون بحال بيم بحال مرجان بحال اسواق السلام بحال اسيما بحال كارفور بحال لابيل في الى غير ذلك دوني اون سول مارك ا تو لي برودوي او لانك كدير واحد الماركه لكاع لي برودوي اللي كاينه عندك كاع لي برودوي اللي كاينين كدير لهم اون مارك بحال مثلا جوده فيها دانون فيها الحليب فيها العصير الى غير ذلك دوني دي مارك بور شاكان دي برودوي مثلا كل برودوي كنعطيه واحد الماركه معينه كاينه مثلا كاينه بيرلانغو مثلا كتلقى مثلا في الطوموبيلات كتلقى بيرلانغو كتلقى كاينه مثلا كاينه الدوستر كاينه مثلا دوستر هي ماركه خاصه بواحد النوع ديال الطوموبيلات وكاينه سانديرو هي ماركه خاصه بنوع اخر ولكن كلهم راه ديال داسيا يعني شنو كدير هي يعني كل برودوي كدير ليه واحد المارك كتسميه سميه دونك ايتيدي لي ديمونسيون سوبجيكتيف يعني كدرس الابعاد الذاتيه دونك ستاتي سوسيال كونفيري على ليوتيزاتور يعني ستاتي سوسيال كونفيري بحال مثلا ابل كنقولوا بانها متخصصه في لي بي سي وفي لي سمارت فون وفي لي ايباد وفي الالكترونيك ايتا غوسونتي بار لو كونسوماتور يعني شنو هي الاحساس اللي كيحس به هذاك المستهلك ملي كياخذ الحاجه ديالنا خصنا ثاني ندرسوها سيغني لي فاريابل ايكولوجيك كونسيكونس سور لو بيان اتر دو كونسوماتور نعرف التاثير ديال هاد هاد البرودوي على للمستهلك بحال مثلا طوموبيل نيسان كدير ليا مثلا هذاك الجواب ديالها اللي كتصاوب واش كيطلقوا هذاك الغاز الازوت واش كيطلقوا كيطلقوا الدخان بزاف من الشاكمه ديالهم واش كيأثروا على البيئه ولا لا سيغني لو فاريابل دو طون دوري دو في ريسبونس يعني مثلا كنقول بان هذا البرودوي مثلا بحال مثلا اش بي كومباك كيبقى بزاف كيبقى يضرب عندك 5 سنين 6 سنين 7 سنين ومثلا كتلقى مثلا بي سي مثلا اكسنت ولا سوني فايو كيقدر يضرب عندك 3 سنين ويخسر كيف في سيزونيي يعني هاد البرودوي واش كيخدم غير واحد الفتره معينه من السنه او فتره اخرى ما كيخدمش سيغني لي زانتيراكسيون انترن اي اكسترن التفاعلات الداخليه والخارجيه كما شفنا سيغني لي فاريابل انترناسيونال واش هذا برودوي ستاندار ولا فيرسيون ديفيرونت ولا ايماج دي بي دوريجين يعني واش كندير واحد البرودوي ستاندار انا برودوي ستاندار هي واحد الشركه كتصاوب واحد الطوموبيله وحده بحال مثلا فورد فاش يلاه دات كانت كدير واحد التيب تي كانت كدير طوموبيله وحده ستاندار كحله كتخرج كاع الطوموبيلات كيتصاوبوا اون سيري كلهم بحال ولكن كاينين دي فيرسيون دي فيرونس كل مره كنخرج بواحد فيرسيون جديده ولا كتخرج على ليماج دي بي دوريجين يعني مثلا كندير واحد
واحد الريحه ولا واحد المساله اللي عندها مثلا مصوبه في السعوديه، مصوبه على شكل ديما كتخرج على شكل مسجد ولا المهم شي حاجه بحال هكا، كتبين ليا ليماج دي بيي دوريجين. من بعد في البلون داكسيون على البرودوي كنديروا واحد الكاين شارج دفتر التحملات، لونسومبل دي بلون داكسيون بريسيدون دو فير لوبجي دان كاين شارج، ستادير ان دوكيمون كي سبيسيفي توت لي كاركتيرستيك كي دو افوار لو برودوي ا موديفي. يعني كاع داك البلون داكسيون اللي هضرنا عليه دابا خاصو يكون في واحد دفتر التحملات، يعني انه يكون عندنا واحد الوثيقه، واحد الملف اللي فيه كاع الخصائص ديال هذاك المنتوج والتغييرات اللي غنديروا عليه. دونك لا ميز اون نوف دي بلون داكسيون، كيفاش كنحطوا هذاك البلون داكسيون، هذيك خطه العمل في حيز التطبيق لو سويفي بار لو ريسبونسابل ماركتينغ، يعني طبعا الحال اللي كيتبعها على ارض الواقع وكيشوف التطبيق ديال هذيك خطه العمل على ارض الواقع هو المسؤول على التسويق، لو ريسبونسابل ماركتينغ. دونك كوا لو كونتوني دو كاي تشارج، دونك هذاك اشنو كاين في كاي تشارج، البرودوي كيفاش خاصو يكون، الخصائص ديالو، شنو هما التغييرات اللي غنزيدو عليه، كي شوازيغ لي بارتنير، شكون غيخدم على هذاك خطه العمل، شكون هما الناس اللي خدامين عليه سيغ لو بلون انترن برودكسيون ابروفيزيونمون، يعني كنشوف داخليا كنشوف شكون لا برودكسيون، الناس اللي في البرودكسيون اللي غيساهموا في انتاج هذاك البرودوي، الناس اللي غاديين يجيبوا الماده الاوليه واللي غيجيبوا السلعه باش نصنعوا داك البرودوي. سور لو بلون اكسترن كنشوفوا لي سوتريتون، يعني الناس اللي غيخدموا معانا غيخدموا لينا شي حاجه في داك البرودوي وغنخلصوهم، لي فورنيسور، الممولين اللي كيمدونا السلعه، اللي كيعطيونا لي زيموبيزاسيون، لي كونسيلتون، يعني الخبراء اللي غنخدموا معاهم، اما في الكاليتي، اما في التسويق، اما في الكونتابيليتي، لي زيكسبير كونتابل، المحامون اللي غنحتاجو ليهم، ممكن بزاف ديال داكشي. دونك لي كونسيلتون تما كيكونوا على برا كياخذوا دي زونوغيغ كون، يعني ايتابليسمون دي بلانين، يعني امتى كنعرفو كنديرو واحد البلانين، دونك كندير واحد البلانين فيه لي طاش وفيه لي ديلي ديال كل طاش وفيه في داك البروجي ولا داك البرودوي شحال غادي يدير، فيكسي لا داتش دو كوميرسياليزاسيون دي برودوي اميليوري، دونك كنديرو واحد التاريخ، دونك اون فوا داك البرودوي غيتحسن وغنزيدو فيه وغنموديفيو فيه وغادي نادابتيوه مع المتطلبات ديال لي بيزوان، شنو هو التاريخ اللي غادي نبداو نبيعو فيه هذاك البرودوي. دونك هذا هو لا ميز اون اوفر دان بلون داكسيون فيه سويفي بار لو ريسبونسابل ماركتينغ، فيه كوا كي كون. كاين عندنا لو لونسمون دو نوفو برودوي، يعني انني كنلوح للسوق واحد البرودوي جديد. دونك لوبجيكتيف شنو هو الهدف من لو لونسمون دو نوفو برودوي؟ Acquérir une démarche permettant de réduire les risques liés au lancement d'un nouveau produit. يعني اشنو كندير؟ خاصني تكون عندي واحد الطريقه، واحد الخطه اللي كتمكنني باش انني كنقص من الاخطار اللي عندهم علاقه بانني كنلوح واحد البرودوي جديد. اليمون دو لا بروبليماتيك، اشنو المشكل عندي ملي كنكون باغي نلوح واحد البرودوي جديد اسوسي او لونسمون دان نوفو برودوي، يعني المشكل اللي عندي علاقه اللي عنده علاقه بانني كنحط واحد البرودوي جديد. راكورسيسمون دو سيكل دي في دي برودوي، يعني كيولي السيكل دي في دي برودوي صغير، يعني هذيك المراحل، يعني ملي كيكون عندي برودوي واحد كنتعطل في اللونسمون ديالو، كنتعطل في الكواسونس ديالو، وكنحاول نطول من المده ديال ملي كنحاول نطول من المده ديال الماتوريتي ديالو عاد باش كيجي ديك لا. اما ملي كنبقى انايا كل مره كنلوح واحد البرودوي جديد، فدغيا البرودوي القديم كنزرب عليه، غير كندير كواسونس ديفلوبمون ماتوريتي ديك لا برودوي جديد كواسونس ماتور، كيوليو هادوك لي سيكل دو فيق صغار ديال دورة الحياة ديال لي برودوي كيوليو صغار، طو الفي دي شيك دي نوفو برودوي، كنولي حنا كل مرة باغي نجيب برودوي جديد كيقدر يكون هذاك البرودوي الجديد اللي كنديرو يلاه كيتلونسا كيديماري كيخسر مكيتمشاش. اكزيجونس دو كونسوماتور، لي شونجمون دو لونفيرونمون كونسوماتور اكسبير، يعني كيكون عندنا واحد المستهلك اللي هو متطلب بزاف، المحيط ديال الشركة كيكون متغير، والمستهلك يكون اكسبير وفاهم وعارف شنو باغي. مثلا لابونمون في البوكس ولا في الانترنت ولا في الموبيل، الناس ولات فاهمه الانترنت وعارفه لي فورفي وعارفه لا ديفيرونس وعارفه لا كونكورونس، انوي ولا اتصالات المغرب ولا غير اكسيتيرا استاد نفس نيسيسيتي دو لا كرواسونس دو لونتربريز دو سا سيرفي و دو سا رونتابيليتي.
يعني لا كرواسونس ديال لانتربريز والحياة ديالها والربح ديالها، جيري لي ريسك دو ليلارجيسمون لا جام. دونك كيما كتزيد واحد البرودوي جديد، كيما قلنا لا جام دو برودوي كتكبر وكتوسع، دونك هنا كيوليو دي ريسك. باش غاتجيري هاد لا جام كاملة راه خاصك تكون نفس الشكل. دونك نيسيسيتي داميليوري ليماج دو مارك، يعني كنحسن من الصورة ديال البرودوي. نيسيسيتي دو بروسيدي ان افونتاج كونفيرونسيال، ضروري خاصك تكون عندك ان فاكتور كلي دو سوكسي، ضروري خاصك تكون عندك واحد لافونتاج كونفيرونسيال. اما مثلا كتكون انت كتلعب على الكود بروديكسيون بلو با، كتلعب على ديستريبيسيون افيكاس، ولا عندك ان سيرفيس ابري فونت كي اكسبسيونيل، دونك عندك ان افونتاج كونفيرونسيال. او بيان عندك دي فورنيسور اللي كيعطيوك كيتعاملوا معاك مزيان، دونك سكي سينيفي ان افونتاج كونفيرونسيال خاص يكون عندك بالنسبه لك البرودوي. Le processus de développement et de lancement de nouveaux produits. Donc, les différentes étapes de développement et de lancement de nouveaux produits. Donc, la méthode la plus sophistiquée dans la gestion de l'innovation est le système par étapes, qui consiste à décomposer le processus d'innovation en plusieurs étapes et à installer à la fin de chaque étape un point de contrôle. يعني كندير واحد مجموعه من المراحل باش كنصاوب واحد المنتوج جديد وكنلوحو، وكل في نهايه كل مرحله كندير واحد الكونترول باش كنتحقق بانني درت داكشي اللي كان خصني ندير. دونك اولا شنو كاين عندي؟ كاين عندي ليميرجونس دي زيدي، يعني ظهور الافكار، فكره جديده. كل برودوي كومونس بار اتر اون ايدي، يعني اي منتوج فهو في الاصل كان فكره. بوغ اون انتربريز لي برينسيبال سورس ليدي، يعني بالنسبة لواحد الشركة أهم مصادر الأفكار هما السوكس انترن، يعني مصادر داخلية، لابوغاتوار دو روشيرش بحال مثلا المختبرات، سيرفيس دو برودكسيون يعني سيرفيس ديال الإنتاج، سيرفيس ديتيود دو مارشي كيكون عندنا سيرفيس ولا ريبريزونتون، فوندور، ديريكسيون جينيرال، برين ستورمينغ. هاد البرين ستورمينغ هذا ما يطلق عليه بالعصف الديني، يعني كيتلاقاو كاع لي ديريكتور ديال لي سيرفيس كوميرسيال برودكسيون فينانسي اكسيتيرا، كيتلاقاو كيديروا واحد الاجتماع مع رئيس مجلس الاداره، وكيبقاو كيلوحوا افكار كيلوحوا افكار كيلوحوا افكار بلا ما يتعرضوا لاي فكره. وفي الاخر كيجمعوا دوك الافكار وكيعزلوا شي فكره مزيانه وكيخرجوا منها ان برودوي سورس اكسترن. يعني تقدر يكون عندك الفكره ديال واحد البرودوي جديد وهو عنده واحد المصدر خارجي، مثلا كليون، زبناء، كونكيرون، المنافسين، فورنيسور، الممولين ولي ديستريبيتور الموازيين. من بعد هادوك لي زيدي كنديرو فيلتراج دي زيدي، فيلتراج دي زيدي يعني هادوك لي زيدي كنديرو ليهم واحد الفيلتراج، كنصفيهم باش نعزلو منهم ليدي اللي هي احسن. ابور اوبجيكتيف دو سيليكسيوني لي زيدي ا بارتير دون باتري دو كريتير. دونك كنديرو كنعزلو لي زيدي من خلال واحد المجموعة ديال لي كريتير. دونك فيزابيليتي تكنيك، يعني كنقولو هاد الفكرة هادي واش قادرين نديروها تقنيا، تكنيكمون واش سي بوسيبل، واش ممكن تقنيا. لو بيرسونيل دو لونتربريز اتش سوفيزامون كاليفي، يعني الناس اللي خدامين معانا واش مؤهلين باش يديرو هاد البرودوي. Est-il nécessaire d'acquérir de nouvelles machines? Ou est-ce d'arouri annani nakhod des machines jdad? Le savoir-faire technologique est-il adapté à ce nouveau produit? Yani le ma'rifa dialna atqniya dialna hna dakhil elcharika wach hiya mutala'ima ma'a had mentouj jdid. La faisabilité mercatique, yani wach moumkin annani nsawq lhad elprodwi, wach hada elprodwi kidkhol lbnadem ldimagh annani ممكن ندير ليه الماركتينغ ولا بنادم ما غيتيقنيش. لي بيرسبكتيف دو ديفلوبمون دي مارشي سون تيل بون، واش هاد البرودوي واش هاد الفكره كاينه، واش كاين واحد السوق اللي كاين، واش كاين واحد النوع ديال لي كليون اللي عندهم واحد البوزوان هاد البرودوي. بحال مثلا دوك لي درون، هادوك لي درون كيطيروا الكترونيا، كاميرا كطير وكتمشي وكتحكم فيها بالتيليكوموند. جات واحد الشركه بغات تصاوبها في المغرب وتبدا تبيعها، واش الناس قادرين كاينين اللي محتاجين ليهم سيغ سو مارشي؟ لا فيديليتي دي كليون اي تي ليفو في هاد السوق هادي،
واش الناس اللي غادي يشد وغادي يخدم معايا بهذا المنتوج واش غيبقى معايا وغيكون وفي ليا، ولا اللي يقدر يمشي للمنافسين؟ لي كونكورون سونتيل او سورونتيل نومبور؟ كنشوف المنافسين اللي عندي في هذا السوق واش كاينين بزاف ولا ما كاينينش. كيل سوغ ليماج دو مارك دو لونتربريز سوغ لو مارشي؟ يعني كيفاش غتكون الصوره ديالي في هذا السوق هذا؟ ومن بعد كنشوفوا لا فوزابيليتي فينانسيير، يعني كنشوفوا واش كاينه امكانيه ديال رؤوس الاموال اللي عندي، واش عندي الفلوس، واش عندي لي كريدي، واش عندي راس المال اللي كيسمح ليا انني نتلاح في هذا المنتوج هذا. لاناليز دو لا كاباسيتي فينانسيير ابري افوار ايفاليو لي روسيت اي لو كو بروبابل، يعني كنشوف الارباح المتوقعه وكنشوف التكاليف اللي غنخسرها وكنشوف انا واش قادر نتحمل هذا الشيء ماديا. لو ديفلوبمون اي لو تيست دو كونسيبت، يعني تطوير والتحقق من المفهوم من واحد الخطه معينه. لي زيدي فورني كي اون سيرفي كي اون فيلتراج دوافت اتر ترادويت اون كونسيبت دو برودوي. دونك هذوك الافكار اللي خدينا في الاول واللي دوزنا من داك الفيلتراج اللي قلنا في فوزابيليتي تكنيك، فوزابيليتي ميركاتيك، فوزابيليتي فينانسيير، خاصنا نعبروا عليهم بواحد المفهوم ديال واحد المنتوج. كنصاوبوا واحد البروتوتيب، كنديروا واحد ديسكريبسيون دي كاركتيرستيك ماتيريال سيكولوجيك دو سكو سوغا لو برودوي، يعني كنديروا واحد الوصف في مجموع الخصائص اللي غيكون فيها داك البرودوي، كيفاش غادي يكون سيكولوجيكمون، كيفاش غادي يكون وكيفاش الشكل ديالو. دونك قلنا كنديرو لي زيدي، الفلتراج دي زيدي، لو ديفلوبمون، لو تيست دو كونسيبت. من بعد كنديرو لو تيست دو كونسيبت فا كونسيستي ا بريزونتي سي زيدي روتوني او كونسوماتور سو فورم ايكريت، يعني هاد الكونسيبت هذا كنديرو دي زيدي الكونسوماتور ديالنا كتبوه لي ديك لي زيدي اورال او ايليستري، اما كنكتب الهضره في اشهار اولا كنديرو لي تصاور ولا فيديو. L'objectif est de savoir si le produit satisfait un besoin réel. يعني كنعرفوا بان هذا المنتوج هذا واش كيلبي واحد الحاجه حقيقيه. S'il y aura réellement une intention d'achat des consommateurs. باش نشوفوا واش ان اصلا هذاك المستهلك واش فليت انه يشري هذا البرودوي. Quels sont les avantages spécifiques que le consommateur va en tirer. يعني شنو هما الارباح اللي غادي يستافد منهم، شنو هما الايجابيات اللي غيستافد منهم هاد المستهلك هذا. On peut demander au consommateur des idées d'amélioration des produits même s'ils n'existent pas encore. نقدروا نطلبوا من المستهلك افكار ديال التحسين ديال واحد البرودوي واخا هذاك البرودوي باقي ما كاينش. Donc l'élaboration de la stratégie marketing. يعني كنديروا واحد الاستراتيجيه تسويقيه. Une fois le concept testé, ملي كنتحققوا من هذاك المفهوم من داك البروتوتيب، le responsable du nouveau produit doit déterminer la stratégie de lancement qu'il juge la plus appropriée. يعني المسؤول على هذاك المنتوج الجديد خاصو يحدد لنا واحد الاستراتيجيه كيفاش غادي يلوح هذاك البرودوي الجديد بالطريقه الملائمه. L'identification de la stratégie marketing comporte trois étapes. يعني تحديد واحد الاستراتيجيه التسويقيه فيها ثلاثه المراحل. Pour la première, on spécifie la taille, la structure, le comportement du marché cible, le positionnement choisi. يعني اول مره كنحددوا الحجم والهيكله ديال والسلوك ديال هذاك السوق اللي غنتعاملوا معاها. دونك وكنشوفوا حتى لو بوزيسيونمون اللي بغينا حنايا، يعني ليماج اللي بغينا نديروها في ليست ديال الكونسوماتور. دون اون سكوند، يعني ثانيا اون بريسيز لو برودوي اي سون امبالاج، كنحددوا البرودوي والامبالاج ديالو، لو بري دو فونت، يعني لو مود دو ديستريبيسيون دو بروموسيون انسي كو لو بودجي ماركتينغ pour la première année. La dernière phase consiste à identifier les objectifs de chiffre d'affaires et de bénéfices. يعني اخر مرحله اننا كنحددوا الاهداف ديال الشيفر دافير ديالنا والارباح المتوخات. اناليز ايكونوميك، يعني كنديروا واحد التحليل اقتصادي. Une fois définies les grandes lignes de la stratégie de lancement، يعني ملي كنحددوا هذوك الخطوط الكبرى ديال الاستراتيجيه ديال اننا كنلوحوا واحد البرودوي جديد، لي ريسبونسابل ايتيدي لا تري كوميرسيال اي فينونسيي دو لوبيراسيون، يعني هذوك المسؤولين كيحددوا لنا مدى جاذبيه التجاريه
والماليه ديال هذيك العمليه. Il s'agit de prévoir les ventes et les bénéfices futurs des produits et à déterminer s'il y a conformité avec les objectifs de l'entreprise. يعني كيتوقعوا المبيعات والارباح المستقبليه ديال هذاك المنتوج وكيحددوا واش كاين واحد التناسب واحد التلاؤم مع الاهداف ديال الشركه الكبرى. Élaboration des produits. من بعد كنديروا هذاك البرودوي ديالنا. Les concepts de produits qui ont franchi le stade de l'analyse économique sont ensuite transmis au département recherche et développement qui va élaborer un prototype qui est un premier pas vers la concrétisation des produits. يعني هذوك المفاهيم على هذاك المنتوج اللي داز من المرحله ديال التحليل الاقتصادي غيمشيو للديبارتمون ديال الريشيرش ديفلوبمون اللي غادي يدير لنا واحد البروتوتيب اللي هو واحد المرحله اولى من اجل تحقيق هذاك المنتوج. اونسويت فيما بعد الفو تيستي سي كاليتي انترانسيك، يعني خصنا نشوفوا يعني الخصائص الجوهريه والداخليه لهذاك المنتوج ainsi que son acceptation par le consommateur. يعني وكنشوفوا مدى قابليه المستهلكين لتقبل هذاك المنتوج. لي مارشي تيست او مارشي تيموان، يعني كنديروا واحد السوق اللي كنجربوا فيه او لا واحد السوق اللي كيتسمى شاهد. دونك il s'agit d'un véritable lancement du produit sur le marché، يعني هو واحد لونسمون حقيقي ديال واحد البرودوي في واحد السوق، mais dans une zone géographique restreinte choisie naturellement en fonction du critère de représentation précis. يعني كنشدوا هذاك المنتوج وكنحطوه في واحد الوسع جغرافي صغير غير في واحد المدينه ولا في واحد الجهه معينه اللي كنعزلوها حسب بعض الخصائص اللي صوبناهم ديجا. L'avantage est de limiter les pertes éventuelles dues à un mauvais lancement de, et de faire les corrections nécessaires avant le lancement effectif. يعني الهدف ديال هذا لو مارشي تيست ولا لو مارشي تيموان هو اننا كنقصوا من الخسائر المحتمله اللي كتنتج على واحد لونسمون اللي هو خايب، حيث اننا كنقدروا نديروا بعض التصحيحات ضروريه واننا كنحسنوا هذاك البرودوي قبل ما نديروا لونسمون اللي هو نهائي. من بعد كتجي المرحله ديال لونسمون، كنلوحوا البرودوي ديالنا في السوق à l'issue du marché test. يعني من بعد هذاك المارشي تيست لونتربريز ديسبوز d'informations suffisantes pour décider du sort du nouveau produit. Une décision de lancement appelle 4 questions. Donc, Khilal, avec le marché test, l'entreprise qui connaît des informations suffisantes, elle va décider ce qu'elle va faire avec le produit. Ou elle va décider qu'elle va faire avec le produit. ولكن قبل ما تلوحو خاصها تطرح على راسها ربعة الأسئلة. إمتى، فين، ومع من، وكيفاش. يعني الزمن والمكان والمشاركين اللي غيكونوا معها والكيفية. دونك حنا اليوم شفنا في إطار البلان ماركتينغ، البلان ماركتينغ شفنا اكسيون سور لو برودوي. كنتمنى هاد الكور يكون نال الاعجاب ديالكم. شفنا كاع لي زيتاب اللي كيدوز منها واحد البرودوي قبل ما كيتلونسا وقبل ما كيتاكسبتا. نتمنى تكونوا استفدتوا، بارطاجيو الكور مع الاصدقاء ديالكم اللي كيقراو الماركتين ماستر ولا في ليسونس ولا في ليزيكول دو كوميرس. تابوناو لاشين باش تستقبلوا الجديد ديال الفيديوهات. تمني الله غادي اللوحة. خليو دي كومنتير، ما فهمتش شي حاجة خليها في كومنتير ونحاول نهضر عليها ان شاء الله. وكنتمنى لكم التوفيق، مع السلامة.